ليكيب تيب. ليكيب تيب عربي تعطيني تشكيلة متاع أحسن 10 لاعبين لعبت معهم وانت ال 11 بالطبيعة. أحسن مع لاعبين تشكيلة بون برشو. اسمع غدرتني والله غدرتني. جارديان شكون نحطو؟ ايه جارديان جوجاك تيزي. على اليمين. على اليمين بون طارق ثابت خلط عليه 4 ساعات تحسب خلط عليه 4 ساعات. شكون ترتاح معه في الأكس؟ بون نرتاح مع بيان سور خالد بدرة. لعبت مع خالد بدرة. على اليسار. على اليسار اللي لعبت مع وسام البكري وقتها 2006. كل من الاسبيرونس حطيتهم بون فو تحصلت في الاسبيرونس توا صحيح. ما كانش ملاعب كبير وسام البكري لا فما خليل زاد ريغوش عمل باركور باهي باهي. خليني نقول لك والله اسمها البعض هذا سامي برشا. خليني نقول لك غازي عبد الرزاق باهي اغوش. وين لعبت معاه؟ لا انت قلت لعبت معاه تو ولا لا لعبت معاه. نختار لعبت معاه وكل لعبت مع غازي عبد الرزاق. لا ما لعبتش معاه. دونك خليل شمام في الوسط. في وسط ميدان فما خالد قربي وفما زاد حسين راقد بيان سور. اي حسين راقد. اعطيني ديس. ديس نتصور انا احسن رقم 10 معنا. تحبوا تكرهوا ما نجموش ننكروا فضله معنا على وليش عطاه الاسبيرونس اللي هو اسامه دراجي. رغم اللي برشا متغشين عليه لكن تقعد معنا كاسامه الدراجي عنده قيمه نتاعو في الملابي تخلي اسبيرونس عطاه البلوس وربي وجهه خير بالباهي بالخايب اللي صار. ثلاثه القدام. ثلاثه قدام خليني نقول لك مايكل بيان سور هذاك يكون رقم واحد. امين التيفي على اليسار و سونز اوبليي زاد علي زيتوني اللي ثلاثة بونت خذيتهم. ثلاثة بونت علي زيتوني او مراد الملكي ادروات.